عباس يشكر لك انضمامك إلينا. بداية يعني أثار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الدهشة حين أعلن نية حكومته بعد صكوك إسلامية لتداول كما تقول صحيفة فاينانشال تايمز مشيرة إلى ضرورة تجنب الأخطاء التي وقع فيها بنك جولدمان ساكس قبل سنتين والتي فشل هذا المشروع. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ هو بالدرجة الأولى في مصلحة الاقتصاد البريطاني لسببين. السبب الأول هو عزوف كثير من المستثمرين على الطريقة التقليدية في الاستثمار. طيب. لأن تخوفهم بالاستثمار التقليدي يشمل كثير من المقامرة والمغامرة. وبالمناسبة القانون البريطاني يسمح بعمليات مالية لا يسمح بها القانون الأمريكي أو القانون الألماني. فيعني في كثير مجال للمغامرة فيه. فالمستثمرين يعزفون عن هذا النوع من الاستثمار، وكثير منهم يتجه إلى ما يسمى بالاستثمار الأخلاقي. يعني يؤمن بشيء فيه فائدة أو فيه عدم يعني مشروع معين مشروع ما هو الاستثمار الأخلاقي سيد معي؟ يعني في القبل كان مثلا فكرة أنه لأن لا يستثمر فيه مثلا معدات العسكرية. طيب. أو مع بلدان تدعم مثلا الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. طيب. أو أشياء تعود أو أشياء خضراء للإنفارمنت للبيئة يستثمر في هذه الأشياء الخضراء. نعم. طيب ما هو الشيء الثاني؟ فالاستثمار الإسلامي هو نوع آخر من هذا النوع. نعم. إنه هي مقيد بما أنت يحق لك أن تستثمر فيه، ويشرط مثلاً ألا يكون فيه الانترست الربا، يشمل أن يكون فيه يعني مقاصد سيئة و يعني ماذا تقصد بمقاصد سيئة؟ يعني لا يسمح بأن تكون مقاصد سيئة في الاستثمار تقصد أم يحتوي على مقاصد سيئة؟ لا أنه لا يوجد مقاصد سيئة. طيب. في الشيء الذي تستثمر. هل يخدم هذا المستثمرين الموجودين في بريطانيا يعني من الأجانب وغير غير المسلمين يعني أن لا يحصل على فائدة من الاستثمارات؟ يعني هل يخدم هذا يوجد سوق عالمية كبيرة يوجد. طيب. تنافس عالمي. على هؤلاء المستثمرين الذين لا يريدون أن يستثمرون أموالهم في مجالات لا يؤمنون فيها. طيب. عالميا توجد سوق هائلة. بريطانيا تريد أن تأخذ حصة من هذه السوق لأنها تكفي المزيد. ففي أوروبا لا يوجد يعني منافس شديد، أغلبهم في ماليزيا وفي إندونيسيا في الجزائر الخليجية. طيب أشارت الصحيفة الفاينانشال تايمز إلى تجنب ضرورة تجنب الأخطاء التي وقع فيها بنك جولدمان ساكس قبل سنتين وأدت إلى فشل مشروعه. برأيك كيف يمكن تجنب هذه الأخطاء؟ يعني صراحة هذا كلام غير قابل للتطبيق. يعني عندما نتحدث عن فكرة إنه السوق الإسلامية دخوله إلى السوق البريطانية. طيب. هذا لا يوقف طبيعة الأعمال في السوق البريطانية. هذا فقط يفتح باب جديد لاستغلاله. لكن السائد هو المواد المالية المقامرة سوف تستمر. قبل يومين نشر تقرير عن أن بريطانيا أكثر مكان سري الذين يريدون أن تجنبوا دفع الضرائب، هذا مستمر. يعني كل الأمور اللي فيها شبهات هي مستمرة. هل يمكن الاستفادة من تجربة هذا جولدمان ساكس بان جولدمان ساكس في حالة قبل؟ طبعا الاستفادة هو للمستثمرين الذين يعني حتى مثلا الشركات التي تؤمن البنشنز العفو الاشخاص فوق عمر 60 تقصد خدمة الرعاية والصحية بالضبط. هاي الشركات اموالها اصبحت في خطر، يعني الانسان في التقاعد. طيب. يعني الإنسان عندما ينتظر تقاعد بسبب أن الشركات المالية تقامر في فلوسه فالتقاعد هذا أصبح أقل بعد 10 سنين بعد 5 سنين بسبب المقامرات المالية. طيب. الذين يؤمنون في التجارة السليمة أو السوق الإسلامية اللي فيها أقل مغامرة أقل قمارا فالتقاعد مات سوف يكون أكثر يعني مطمئن عليه أقل قابل للعرضة للتأذي. فهؤلاء المستثمرين سوف يستفادون الذين عزفوا عن الاستثمار أو كانوا متخوفين أو لم يجدون المستثمرون يعني هم من المسلمين أم من غير المسلمين؟ لا من المسلمين وغير المسلمين طبعا المسلمين. هذا الموضوع ما يعني هذا الموضوع إذا هو اقتصاديا مفيد فالكل مهتم فيه، لا ليس له علاقة ولكن المستثمرين هناك يبتعدون سيد مامون عن الاستثمار في الأمور التي تحصل فيها فائدة باعتبارها جزء من الربا أو الأمور التي تدعم شركات هم لا يهتمون كثيرا في هذا الجانب. فقط يهتمون في الجانب أنه هناك يعني تجارة أخلاقية مبنية على ما هو واقع على الأرض. لا تنسى أنه كثير من هذه العمليات المالية لا ليس مبنية على الأرض، يعني كثير منها تنبؤات. ف
فهذه جدا جدا خطرة. فهم لا يرون بجانب يعني الأخلاقي جدا. فقط يرى مراقبون سيفهمون أن قيام لندن بطرح صكوك إسلامية يمكن أن يعزز وضع الصكوك الإسلامية في العالم، يعني باعتبار الاقتصاد البريطاني هو من أكبر الاقتصادات في العالم، ما رأيك في ذلك؟ أظن العكس هو صحيح. العكس هو صحيح. هل الصكوك الإسلامية ستعزز الاقتصاد البريطاني يعني تقصد؟ نعم. استخدام الاقتصاد البريطاني لهذه الصكوك، هل يعزز مكانة الصكوك في العالم ككل؟ يوجد كم هائل من الأشخاص المستثمرين والذين لديهم نقود والذين يستثمرون في هذا المجال. طيب. بريطانيا تعتبر نوعا ما مغلقة في بعض المجالات مفتوحة من ناحية يعني الاستثمارات الإسلامية، لكن تعتبر قليلة جدا. ولكن أكثر البلدان الغربية انفتاحا على الاستثمارات الإسلامية. طبعا. بس إذا لكن فيها مغلقة. لا يعني نسبيا ليس مفتوح الباب على مصراعيه. طيب. في حالة انه اصبح تشجيع اكثر، فمزيد من هؤلاء المستثمرين الدوليين سوف يأتون بأموالهم الى بريطانيا. لا ننسى انه بريطانيا الان هذا هو مجاله في الحياة. قبل في الثمانينات في حكم مارغريت تاتشر اللي هي ايضا من الحزب المحافظ، باعوا كل صناعاتهم بسبب خلاف مع نقابات العمال، باعوا كل صناعتهم، فانتقلت من بلد مصنع إلى بلد خدمات مالية. لا يوجد عندهم الآن إلا تصنيع المواد العسكرية والأسلحة فقط. يعني ماذا عن السيارات، عن صناعة السيارات؟ كثير منها أصبح مالكها في الهند أو في خارج بريطانيا الملاك الأصليين. يعني طيب كيف يمكن أن يتعزز وضع هذا الصكوك في العالم من خلال طرحها في الاقتصاد البريطاني؟ يعزز من ناحية الإعلامية فقط، لكن الواقع هو يعزز الاقتصاد البريطاني. ولكن هل يحفز هذا الشيء الدول الغربية مثلا لاستدعاء هذه الاستثمارات الإسلامية والصكوك الإسلامية لبلدانها في المستقبل مثلا؟ شيء فشيء عندما يرون العوائد التي تعود على بريطانيا من هذه الاستثمارات سوف يبدون أن ينافسون بريطانيا. لا تنسى أن بريطانيا في الوقت الحاضر هي غلبتهم في التنافس بسبب مرونة قوانينها. فلأنها تسمح ما لا يسمح فيه الألمان ولا يسمح فيه الأمريكان، أصبحت تجذب من استثمارات المقامرين إليها. طيب. لكن الاستثمار الصكوك هو مفتوح للجميع، فسوف يشاركون في هذه المنافسة. طيب. يرى الخبراء المتشككون أن خلق قاعدة ومتطلبات السوق لإطلاق هذا النوع من السندات سيكون مكلفا، وسيعتمد نجاحها على مدى ملائمة الترتيبات التي ستتخذها الحكومة البريطانية لمتطلبات الشريعة الإسلامية التي تحظر كما تعرف دفع الفوائد على القروض. برأيك يعني هل سينجح هذا المشروع؟ الآن شكلت مجموعة لدراسة وتتبع كيفية العمل في بلدان في ماليزيا. طيب. في بلدان الخليج، فهم يدرسون الآن. ولكن هذه المسلمة لا يوجد مشكلة فيها، ولكن ماذا عن بريطانيا سيد؟ مهم المجموعة هذه التي شكلوها. طيب. الآن تدرس كيف ممكن أن يتم التوافق، وسوف تكون بمعزل عن هذه الأمور، وسوف يكون لها إندكس يعني سوق مختصة. نعم. مستقلة. عنها، فهم يدرسون كيفية التوافق الشريعة مع يعني المعطيات على الأرض. طيب. هذه يعني تحت القيد الآن. طيب رأيك يعني رؤيتك لهذا المشروع، هل يمكن ينجح هذا المشروع في المستقبل؟ هو لا بأس فيه، يعني هناك كثير من الأشخاص يعني خذ على المستوى العام. طيب. مستثمرين لأسباب أخلاقية، مستثمرين أخلاقيين. نعم. من ضمنهم هؤلاء الاستثمار الإسلامي أو الشريعة أو الكذا من ضمن هؤلاء العالميين. طيب. فلا يوجد ضير أن تجد لهم منفذ ليستثمروا بدل ما تبقى فلوسهم مجمدة. يعني من ممكن ينجح هذا المشروع في المستقبل؟ هذا ما تقوله. طيب ما هي حظوظ نجاح إصدار أول مؤشر إسلامي في العالم ببورصة لندن للأوراق المالية، علما بين المؤشر الإسلامي هذا سيحدد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يعني التي تحظر الربا والدخول في تجارة الخمور أو أندية القمار؟ هذا المؤشر سوف يكون مستقل، يعني توجد مؤشرات عالمية أخرى. طيب. ألا يعتبر هذه عقبة أمام الشركات أمام الصكوك الإسلامية؟ يعني هل كأنما أنت في محل مختص. طيب. هناك محلات عامة، هذا محل مختص لن يذهب إليه إلا المختص في هذا الشأن، ولكن هو لا ينافس البقية ولا لو علاقة. ولكن لكي تنجح يجب أن تندمج مع المجتمع ككل وتتداول مع الكل، ليس كذلك سيد بامون؟ مثلا إذا رأينا أنه شو اسمه الأولمبيك فيليج. طيب. القرية الأولمبية في بريطانيا كان. طيب. هناك مستثمرين بسكوك عفوا باستثمارات إسلامية. نعم. فلم يضرها بل نفعها للألعاب الأولمبية في بريطانيا. طيب. كانوا يعني في هناك مجال للاشتراك وهناك مكان للانفصال لا يضر ذلك. طيب رأيك ما هي حظوظ نجاح إصدار أول مؤشر إسلامي في العالم ببورصة لندن للأوراق المالية؟ هل يملك حظوظ كبيرة؟ يعني ما هو المقصود بنجاح أصلا وجوده
سوف يكون نجاح لأنه سوف يكون يعني ممكن يفشل في المستقبل حتى ممكن لو تم الإعلان ممكن صحيح ممكن لكن ما يحفظ النجاح وفق هذه المعطيات حتى هذه الشركات المتوافقة مع الشركات حتى إذا فشل فهو هذا يعني جزء ثاني ومكمل للمشروع. الجزء الأهم هو استقطاب أموال المستثمرين الموجودين في العالم أن يستثمروا في هذه الشركات. في المسلمين ولا غير المسلمين؟ مسلمين وغير المسلمين في استثمار آمن أكثر أمن أقل مقامرة. فهؤلاء الأشخاص وإن كان لم يكن لديهم مؤشر خاص فلا ضير في ذلك. يعني إذا فشل المؤشر هل توقع بفشل هذا المؤشر؟ هل تعتقد بذلك؟ صراحة لا ليس لدي يعني علم مقراتك للموضوع. أظن أو أتوقع له النجاح. أتوقع له النجاح. طيب قال كاميرون أنه يريد جعل العاصمة البريطانية تقف جنبا إلى جنب مع دبي وكوالالمبور كواحدة من العواصم الكبرى في التمويل الإسلامي. يعني برأيك لماذا التوجه نحو العالم الإسلامي في هذا الوقت بالتحديد؟ هو ليس توجه سياسي. يعني إذا أرجع للنقطة الأولى توجد أموال كثيرة في العالم الإسلامي جدا جدا كثيرة وغير مستثمرة. هناك كثير من أموال المستثمرين المسلمين موجودة في لندن. يعني مليارات الجنيهات الاسترلينية. صحيح. وهناك في هناك مسلمين يستثمرونها ولا يهمهم هل كانت هذه استثمارات أخلاقية أو لا يهمهم. لكن هناك الكثير الذين يهمهم هذا الشيء. طيب توجه الحكومة البريطانية بزعامة ديفيد كاميرون إلى العالم الإسلامي لماذا برأيك في هذا الوقت؟ لا في هذه الحالة فقط سبب اقتصادي بحت. يعود إلى بريطانيا بالمنفعة فقط ليس له أي دلالة سياسية أو غير ذلك. طيب هل تعتقد أنه سوف يعود بالنفع الاقتصادي لبريطانيا؟ طبعا هل سيغير شيء من أموال المستثمرين الموجودين في بريطانيا حاليا؟ ليس المستثمرين المسلمين في بريطانيا. سوف يفيد بريطانيا ككل بمسلميها وغير مسلميها لأنه سوف يفتح باب جديد للاستثمار لم يكن مفتوحا من قبل. كيف هو هذا الباب الجديد؟ يعني باب هو استثمار في الصكوك الإسلامية وفي الاستثمار. هل توقع أن البريطانيين غير المسلمين سوف يستثمرون بهذه الصكوك الإسلامية برأيك؟ بحسب الاستطلاعات الأشخاص بشكل غير علمي. يعني تم إعلان بوضوح أنها تحرم التعامل مع شركات التعامل مع الربا وهي الفائدة أو الخمور أو أندية القمار. يعني هل ستجد أرضية لدى يوجد كثير من الناس يرحبون بهذا الشيء باستثناء موضوع الخمور. الربا والقمار قد أساء لنظرة الناس إلى البنوك إلى الوضع الاقتصادي لأن يرون سبب اقتصادهم هو المقامرة. يعني سبب فشل اقتصادهم ولكن أندية المقامرة يعني ولكن أندية فيوجد خطر من تجر ملايين الجنيهات الاسترلينية للاقتصاد البريطاني ليس كذلك وشركات الخمور كذلك ولن يتوقف ذلك. ليش أقول انه ليس واحد ام الاخر هو الكلا الاثنين مع بعض. نعم. فلن يتوقف ذلك. طيب برايك هل يمكن ان تصبح لندن عاصمه للتمويل الاسلامي كما يطمع كاميرون؟ اوروبيا ممكن. نعم اوروبيا ممكن لانهم سباقون بهذا ولديهم يعني بدايات بسيطه ولديهم رغبه ايضا في ذلك فربما اوروبيا ماذا على عالميا اظن صعب ان ينافسوا ماليزيا او باقي البلدان الخليجيه. اظن صعب. هل تعتقد هذا شيء يعني غير ممكن؟ المستقبل ممكن؟ لا يعني لا ضير ان يحاولوا انه طيب بعض البريطانيين عبر عن مخاوف من هذا الامر مثل الاسقف السابق عن مقاطعه روتشستر مايكل نظير علي الذي عبر عن خشيته من ان يشكل طرح الصكوك الاسلاميه في بريطانيا مقدمه لتغلغل الشريعه الاسلاميه في قوانين البلاد. يعني برايك هل هذه المخاوف مشروعه؟ مع الأسف هناك فزاعات مربوطة بكلمة شريعة وكلمة إسلامي وكثير من هؤلاء الأشخاص لديهم إسلاموفوبيا بسبب ما يروجه الإعلام فيوجد تخوف غير مبرر لكل شيء لديه كلمة مسلم أو إسلامي أو شريعة وكذا. هذا الشيء لا يقرب لقوانين الدين. هذا شيء اقتصادي بحت. فمن ناحية في التخوف تعامل الشريعة الإسلامية سيد مامون من ناحية اقتصادية اقتصادية وهي يعني تعيد على النفع على الجميع. التعامل الاقتصادي يملك طابع ديني هذا الشيء وهو طابع الإسلامي يعني الشريعة وهو طابع أخلاقي يعني يعني حتى أخلاقي تقبله كل الأديان. طيب. يعني الغضب على الربا أو عدم قبول الربا هو أيضا في الديانة المسيحية والديانة اليهودية هو طابع يعني أخلاقي بالدرجة الأولى كونه يطبق باسم الإسلام يستغله كثير من المعادين للإسلام سواء كانوا غير مسلمين أو حتى مثلا من الأصول المسلمة لكن هذا فقط ترويج إعلامي يستغلونه لكن في الواقع هو سوف يعود بالمنفعة للجميع. طيب هل هذه المخاوف يعني هل مشروع هذه المخاوف بغض النظر عن الأسباب اللي ذكرتها؟ إذا يعتمد على من؟ إذا هل المخاوف المواطن البسيط هل هي مشروعة؟ طبعا لأنه يعني مواطن بسيط لا يعلم لكن من يروج لها وينقلها في الإعلام أو من الرموز الفكرية والسياسية فهي غير مشروعة. هناك سوء نية لكل ما هو مسلم.
طيب دعنا نسمع سيد مأمون العباسي لما قالته الصحف البريطانية حول المنتدى الاقتصادي الإسلامي في لندن ثم نواصل معه.